دونك حنا نتمنوا ان شاء الله. المهم احنا عندنا امكانيات، كلش راه حاضر، دروك كما يقولوا الكره في الكونت تاعهم، ان شاء الله يكون الحظ معنا. سيسيور سيسيور كما داروا لنا مؤامرات وكواليس، يعني ما خلوناش نروحوا للمونديال، يعني يديروا علينا هذا في الوقت الحان، الوقت باه يكونوا الرجال واقفين على مستوى الكاف ولا مستوى العالم، لازم الجزائر يكونوا حاضرين. كما نعطيك ميكزوم في قطر كانوا تبارك الله، رغم ما كانش الحضور تاعنا، ما كانش المشاركة تاع الجزائر، ولكن الشعب واللوال الوطنية كانت معلقة في الملعب. دونك طبعا تشوف سيرتو سيرتو تشوف الإعلام، السيبورتر بالك ساكنين تما كل جو، ولكن اللي كل الناس معلقين في الإستاد وحنا ما شاركينش، سي فريمون انا بيرسونيلمون شتي ديسيو.